مساء الخير جميعا أو صباح الخير، مرحبا. بحب أشارك معكم تجربتي في مجال الحفاظ على الموروث الثقافي زي ما ذكر صديقنا. ومثل ما حكى أنه تخرجت هندسة مدني من جامعة بير زيت، وخلال التعليم كنت أحس أنه قديش ما كان عندي فضول في هذا المجال من ناحية علم كبطون مسلح وحديد وأحمال، وكان دائما عندي فضول في مجال المباني القديمة، وما حسيت انه في جد تركيز في المساقات على هذا المجال الهندسي المهم والتاريخي من ناحية موروث معماري. وكنت محظوظ صراحة فترتها قبل 6 سنين انه شاركت في مشروع ترميم بدير الصلاحية في باب الإصباط. بعرفش اذا حدا بيعرف دير الصلاحية، هو موقع تاريخي جدا مميز من ناحية الطبقات التاريخية الموجودة فيه. وخلال هذيك الفترة لما صح لي الشرف والفرصة انه اكون في هذا المحل، في يوم من الايام كنت مروح على البيت ماشي بهالطريق وشفت موقف معين وظل تارك اثر كبير في حياتي المهنية. كنت ماشي في هالطريق، كان في شاب 16-18 سنة قاعد بشرب في هالعصير، ووراه في ظهره في أرض فاضية منخفضة شوي عن مستوى الشارع، وقباله بعيد عنكم في سلة زبالة كبيرة. فيوم أنا كيف ماشي في الطريق أجت عيني في لحظة إنه بشرب بهالقنينة، خلص القنينة ورها لورا، لا إراديا وقفت قلت له ليش يا زلمة هيها لقبالك، وبشكل لا إرادي برضه من طرفه وعفوي قال لي كلمتين بس، قال لي ما إحنا عرب. كان في لسان أحكي وأتفلسف وراح، ارتبط لساني، حطيت راسي في الأرض، كملت طريقي على البيت. ضل يحفر الموقف في راسي، إيش عرب؟ وكإنسان مهتم في مجال الموروث التاريخي والمعماري والحضاري اللي موجود في بلادنا، متأكد ومدرك إنه إحنا كعرب فترة تاريخية كنا نصدر الحضارة والأخلاق والعلوم للعالم، واليوم تيجي بتقول لي احنا عرب. هذا واقعنا للأسف، بس بنقدر نغيره ان شاء الله. وبكون افكر في الموروث الثقافي الموجود في بلادنا قديش في جمالية وعناصر معمارية جدا جميلة بمرافقها بقواسها بقبابها بكل التفاصيل اللي فيها، وبالمقابل بالمنتوج المعماري اللي عم ننتجه اليوم من ناحية مباني اسمنتية مربعة بدون أي عناصر، بدون أي طاقة نفسية ممكن الواحد يحسها بهاي الأماكن اللي فيش فيها النوع من الحياة الاجتماعية اللي كانت موجودة في تاريخنا وفي حياتنا. هذا الموقع بقرية كور اللي بتتميز بموقعها الاستراتيجي على سفوح الجبال وبقصورها وقلاعها التاريخية اللي جدا تعطي طاقة زي ما كنت أحكي بجمال عناصرها. وللأسف في الموقع هداك انصدمت انه اصحاب هاي القلاع والمواقع التاريخية اليوم تاركينها ومهملينها وساكنين مباني اسمنتية. هلأ ممكن الواحد يفكر اذا بده يكون واقعي انه الترميم وعملية الحفاظ على الموروث الثقافي بتكلف ماديا اكتر من عملية البناء الحديث بالتقنيات والاساليب الموجودة، بس ليش؟ يعني في مسؤولية علينا جميعا انه نحافظ ونوعي وندرك أهمية هاي المباني. وصارت عندنا في ثقافة إنه وين في مبنى قديم هده طلع لك هالعمارة محله تستفيد وبتفيد. أنا أصلي من قرية اسمها قرية بيت سوريك، قرية بتقع شمال غرب القدس وبتتميز بموروثها الطبيعي والزراعي أكثر من موروثها المعماري. وزي أي قرية فلسطينية بهاي القرية في مركز تاريخي للبلد وفي جامع اللي بتجمعوا فيه أهل البلد. في يوم من الأيام قرروا أهل البلد إنه نحتاج لمساحة تستوعب الزائرين في المناسبات السعيدة والحزينة، وضحوا وقرروا في تضحيتهم زي ما ضحى سيدنا إبراهيم في ابنه من قيم هالمبنى القديم
مبنى عمره 200-300 سنة ومنبني هالقاعة اللي بتصير تستوعب الأعداد. مش هون المشكلة والمصيبة كانت. المصيبة إنه الحجارة تبعون هذا المبنى تم تسريبهم وبيعها لجهات إسرائيلية اللي بالمقابل بتاخد هدول الحجار وبتعطيهم قيمة وبتبني مبنى جديد وبتلبس هالحجر، واللي بيصير يطلع على المبنى بحس إنه والله هدول العالم قاعدين. وبحب أشارككم بأكم من ثقافة المتأصلة في تاريخنا، زي ما شايفين في الصورة شوي مش واضحة، بس هاي الصورة بتعكس ثقافة العونة. ثقافة العونة من الثقافات المتأصلة فينا، اللي كان كل أهالي البلد من نساء ورجال وولاد وشيوخ حتى يتعاونوا في عملية البناء، في عملية هارمونية جدا عظيمة بتخليني أفكر في واقعنا كمجتمع اليوم. الثقافة الثانية اللي بحب أذكرها المبنى الحجري هذا اللي شايفينه. حدا عنده فكرة شو هذا المبنى؟ هذا المبنى اسمه لاتون، اللي موجود في معظم قرانا التاريخية. اللاتون هو عبارة عن مبنى حجري بيشبه المناطير أو القصور الزراعية اللي كانوا أهل البلد يجمعوا هالحجارة الجيرية الموجودة ببلادنا بوفرة ويحرقوها لمدة أيام، وبعد ما يحرقوها خلال هاي العملية الحجار تحول لمادة مسحوقة ناعمة اللي بيضيفوا عليها الماء والتبن والصلصال وغيرها من المواد، اللي بتتحول بعديها كمادة رابطة بتستخدم في البناء، واللي معظم المباني القديمة والتاريخية كان أساسها هاي المادة على عكس المواد الحديثة. وفي عنا يعني ما بنقدر نستثني الإبداعات والجهود الرائعة في هذا المجال. في مؤسسات للأسف غير حكومية مش رسمية تشتغل شغل جدا رائع، ومن الأمثلة اللي بحب أذكرها على سبيل المثال نصف جبيل، قرية بجانب سباستيا، كان في مبنيين قديمين تم تحويل مبنى لبيت ضيافة يستقبل السواح الداخليين والخارجيين، والمبنى الثاني تم تحويله لمعمل سيراميك اللي بيشغل نساء وفتيات البلد اللي يصنعوا منتجات فنية. هذا المثال برأيي عظيم لأنه خلى أهل البلد تحس في قيمة هذه المباني، زاد من قدراتهم اقتصاديا وحتى فنيا، وهيك خلقوا مثال اللي أهل البلد حولوا هذا المكان وأعادوا إحيائه في طريقة اللي دخلوها في الحياة المعاصرة اليوم وصاروا يحافظوا عليها. وزي ما شايفين في الصورة مكان جدا بيحمل تاريخ زيه زي أي مكان في بلادنا. من 4 سنين كان لي الفرصة أن أكون جزء من فريق من المهندسين والمعماريين المهتمين في مجال الحفاظ على المباني القديمة وإدارتها، وبلشنا في رحلة توثيق المعماري الديجيتالي للمباني القديمة والأثرية. قدرنا نوثق أكثر من 40 موقع تاريخي وأثري وديني، وهي التقنية بشكل أساسي هي تقنية بتعتمد على المسح الضوئي اللي بتخلق لنا مجسم ثلاثي الأبعاد للبيئة المحيطة في الجهاز، ومن هذا المجسم نقدر نستخرج تفاصيل ومعلومات هندسية اللي بتساعد المرممين والمهتمين في هذا المجال لعملية التخطيط والتصميم للترميمات والمواد والتفاصيل المحتاجينها للموقع الأثري بما يتناسب مع المواد الأصلية والموجودة فيه. كل حجر في بلادنا له قصة، ومسؤوليتنا إنه نفهم إيش فيه بين إيدينا تنقدر نورث الأجيال اللي بعدنا إرث ما يلعنون عليه ويضلهم رافعين راسنا فيه، ويذكرنا إنه إحنا كعرب كنا وموجودين اليوم ومنقدر نكون بإيماننا وإدراكنا وعملنا الصادق على أرض الواقع بإمكانيات بسيطة وبمصادر جدا موجودة في بلادنا بوفرة. يعني بكون أفكر من النقاط اللي جدا بتثير فضولي، كيف هالمباني القديمة وهالموروث الثقافي قدر يصمد كل هالسنين بالمقابل بكل الإمكانيات والتكنولوجيا الموجودة عندنا، مبانينا الإسمنتية عمرها الافتراضي فقط من 70-100 سنة. فمنقدر وراح نسير، وفي فرص مش محدودة في هاي التقنية اللي منشتغل فيها.
اللي ممكن نطورها ونعمل عالم افتراضي، تكنولوجيا عالم افتراضي كأهداف تعليمية وتعريفية وتوعوية للأطفال في المدارس، أو حتى نركز في جامعاتنا اللي يكون في مساقات تهتم في هذا المجال. وزي ما هو عنوان الحدث اليوم، إذا مش إحنا مين؟ وإذا مش بإيدينا وعقولنا وإبداعنا ومصادرنا فكيف؟ وإذا مش عشاننا وعشان أولادنا وعشان جدودنا، عشان مين؟ وإذا مش هلأ إمتى؟ شكرا. Thank you.